السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومكملين مع بعض في سلسلة فيديوهات ستيل ستراكشر 1، وموضوع الفيديو النهاردة هيكون عن الدرس الثالث، وهو ديزاين اوف تنشن ممبر. ديزاين اوف تنشن ممبر، انا دلوقتي كل الفكرة ان انا عندي ممبر، الممبر ده معرض لأكسيال فورس فقط لا غير. الأكسيال فورس دي نوعها تنشن، مطلوب مني ان انا اصممه. يعني ايه اصممه؟ يعني اشوف الكروس سكشن بتاع الممبر ده هيكون شكله ايه ومقاسه كام. هي دي فكرة الديزاين. طيب امتى بلاقي ممبر؟ الممبر ده بيكون معرض لأكسيال فورس زي موجود في التراس. يبقى انا دلوقتي هجيب مثلا ممبر معرض لأكسيال فورس زي التراس وابدأ اعمل له ديزاين. لو ترجع بيه الفيديو اللي فات كنا بنتكلم على حساب الاحمال. فلو مثلا انا جيت حسبت الاحمال على ترس، والاحمال دي انا قدرت اجيب الحمل من الداد ومن اللايف ومن الويند، بعد كده ببدأ اعمل ايه؟ ببدأ اشوف احط القوة، حطيت القوة، ابدأ اشوف كل ممبر نصيبه قد ايه من القوة دي. يعني معنى صح بحل الترس. بعد ما حليت الترس بشوف كل ممبر هو الفورس اللي عليه هي التنشن ولا كومبريشن قيمتها كام. فببدا اجيب كل ممبر عليه تنشن فورس وابدا اعمل له ايه؟ ابدا اعمل له ديزاين. طيب يبقى انا دلوقتي قدرت اجيب الايه؟ الفورس، سواء انا بقى حليته سواء حد حله وجابهولي. المهم ان انا بكل سهوله اقدر اجيب الانترنال فورس او الاكسيال فورس اللي موجوده على الممبر اللي هو معرض للتنشن. بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده بشوف الممبر ده الكروس سكشن بتاعه هو ايه الغالب او الشائع في الكروس سكشن للممبرز اللي موجوده في التراس. بتكون يا اما انجل يا اما دبل انجل باك تو باك او دبل انجل ستار شيب زي ما موجود معايا في الايه في الاشكال دي. واوقات بكون عندي ممبر الممبر ده عليه اكسيال فورس تنشن وشكله هو اي سكشن. دي كده الاشكال الشائعه اللي بتبقى موجوده في الايه للتنشن ممبر او للبيور تنشن ممبر. قبل ما ابدا في الديزاين يهمني شويه قيم كده للستريسز ابقى اكون عارفها. مبدئيا احنا بنشتغل بثلاث انواع من الحديد في مصر. الثلاث انواع دول هما ستيل 37 وستيل 44 وستيل 52. طبعا احنا عارفين الستريس سترين كيرف، والستريس سترين كيرف ده بقدر احدد من عليه اجهاد الخضوع، الاجهاد الاقصى، اجهاد الكسر وهكذا. فانا دلوقتي كل اللي يهمني عشان اعرفهم الستريس سترين كيرف بتاعي يهمني قيمتين. القيمتين دول هو اجهاد الخضوع اللي هي الاف ييلد، ويهمني اجهاد الاقصى اللي هو الاف التيميت. فانا دلوقتي في الجدول اللي معايا ده جايبه لك كل القيم بتاعه الاستريسز للثلاث انواع حديد اللي هنستخدمهم. فمثلا لو حضرتك شغال بستيل 37 فالالتيميت ستريس بتاعته ب 3.6 واليلد ستريس بتاعته ب 2.4. اما لو شغال بستيل 44 فالالتيميت ستريس بتاعته ب 4.4 واليلد ستريس ب 2.8. اما لو حضرتك شغال بستيل 52 فالالتيميت ستريس بتاعته ب 5.2 واليلد ستريس ب 3.6. والقيم اللي انا بتكلم عليها دي بوحده الطن على السنتيمتر سكوير. طيب دي كده اليلد ستريس والالتيميت ستريس. في كمان شويه ستريسز كده عايز اعرف بتتحسب ازاي، والستريسز دي احنا هنبدا ان شاء الله نشتغل عليها موضوع موضوع. اول حاجه التنسايل ستريسز. التنسايل ستريسز عندي اللي هو اقصى اجهاد مسموح بيه في الشد. اقصى اجهاد مسموح بيه في الشد اللي هو التنسايل ستريسز او الاف تنشن الابل او الاف تنسايل الابل ليها قانون اللي احنا هنشتغل عليه في موضوع الفيديو النهارده. القانون ده عباره عن ايه؟ 0.58 اف ييلد. يبقى الاف تنشن عباره عن ايه؟ عباره عن 0.58 من الاف ييلد. فلو انا عايز اجيب الاف تنشن الاوبل لستيل 37 هي 0.58 في 2.4 هتديني 1.4. اما لو عايز الاف تنشن الاوبل لستيل 44 فهي 0.58 في 2.8 هتديني 1.6. اما لو شغال بستيل 52 فالاف تنشن الاوبل بتاعته 0.58 في 3.6 اللي هي كام؟ 2.1. طيب يبقى ده ايه؟ اقصى اجهاد مسموح بيه تحت تأثير الشد.
تعالى كده نشوف الخطوة اللي بعدها او نشوف الاسترس اللي بعده. عايز اجيب الكمبريشن استريسز او اقصى اجهاد مسموح به تحت تأثير قوة الضغط اللي هي الاف كومبريشن الاول. الاف كومبريشن الاول متوقفة على حاجة اسمها معامل النحافة. ومعامل النحافة ده هنتكلم عليه ان شاء الله في ديزاين كومبريشن ممبر، بس يهمني اعرف ان معامل النحافة ده اللي هو بيحصل فيه نتيجة وجوده بيحصل باكلينج للعمود تحت تأثير القوة اللي عليه. فكل ما يزيد معامل النحافة كل ما الباكلينج بتاعي بيزيد. طيب عشان اجيب الكومبريشن ستريس لقطاعات الستيل قلنا متوقفة على اللمدة اللي هو معامل النحافة. اللمدة دي لو اقل من 100 فالاف سي الاوبل ليها قيم، ولو اكبر من 100 فالاف سي الاوبل ليها قيم تانية. تعالى كده نشوف، بيقولك لو اللمدة اقل من او تساوي 100 فالاف سي الاوبل بتاعتك عشان تحسبها بتحسب لكل نوع حديد لوحده. يعني لو انت عايز تجيب الاف سي الاوبل ستيل 37 تستخدم المعادلة اللي هي 1.4 ناقص 0.4 × 6.5 في اللمدة تربيع. اما لو عايز تحسب الـ FC Allowable Steel 44 فهي عبارة عن 1.6 ناقص 0.4 × 8.5 في لمدة تربيع. اما لو عايز تجيب الـ FC Allowable وانت شغال بستيل 52 فهي عبارة عن 2.1 ناقص 0.3 × 1.35 في اللمدة تربيع. طيب لو اللمدة بتاعتي اكبر من 100، لما تكون اللمدة اكبر من 100 مش محتاج اعرف نوع الحديد لان انا بشتغل الـ FC Allowable بتاعتي على معادلة واحدة مهما كان نوع الحديد. عبارة عن ايه؟ عبارة عن 7500 على لمدة سكوير. طبعا اي ناتج في اللي انا بتكلم فيه ده كله بوحدة الطن على السنتيمتر سكوير. طيب ده كده الايه الكمبريشن ستريس. طيب مش في ستريس تاني ممكن يحصل نتيجة وجود مومنت على الممبر ده؟ فالستريسز اللي هو نتيجة المومنت ده لو انا عايز احسبه بسميه اف بندنج اللي هو نتيجة البندنج مومنت، عبارة عن ايه؟ بيتجاب من قيمتين، يا اما بيساوي 0.64 اف يلد ده لو القطاع كومباكت سكشن، او بيساوي 0.58 اف يلد لو القطاع نون كومباكت سكشن. يعني ايه كومباكت يعني ايه نون كومباكت؟ ان شاء الله هنتكلم عليها لما يجي موضوع البندنج مومنت، لكن دلوقتي يهمني بس اعرف الايه، اعرف القيمه بتاعتي. طيب نيجي لاخر ستريس هنتكلم عنه دلوقتي هو الشير ستريس. الشير ستريس هو الاجهاد الناتج من تاثير قوى الايه الشير اللي هي القص. فانا عندي الشير ستريس ده بسميها كيو شير، انا بتكلم طبعا على القيمة الالاوبل، يبقى الكيو شير الالاوبل بتاعتي بكام؟ ب 35% من الاف ييلد ايا كان نوع الحديد. يبقى انا الجدول ده ما هو الا بيحدد لي قيم الالاوبل ستريس تحت تأثير القوى المختلفة. تمام كده؟ نبدأ بقى في الموضوع بتاعنا. الموضوع بتاعنا قلنا اللي هو الايه؟ Design of Tension Member. نرجع كده للجدول، احنا كنا بنقول ان التنسايل ستريس الالاوبل لاي قطاع هي 1.4 او 1.6 او 2.1، اصلها ايه؟ اصلها 0.58 اف يلد، يعني اللي هو الالاوبل بتاعي 0.58 اف يلد. طيب انا دلوقتي معايا قطاع، القطاع ده معرض لقوه محوريه شد، مطلوب مني ان انا اصممه. قلنا يعني ايه اصممه؟ اصممه يعني اجيب شكل القطاع عبارة عن ايه ومقاسه كام. اول حاجة هعملها هي عبارة عن ايه؟ هفرض قيمة للاجهاد. اشمعنى بدأت بان انا افرض قيمة للاجهاد؟ تعالى كده نبص على الخطوة التانية اللي هي choice of section دي قبل ما ندخل في الحل خالص. عايز بس ابص على القانون بتاعي، مش القانون، لو انا عايز، مش لو انا عايز احسب قيمة الاجهاد لأي ممبر معرض لقوة محورية مش الإجهاد بيساوي فورس على أريا. طيب أنا عندي دلوقتي قطاع معرض لفورس، طيب الإجهاد اللي عليه عبارة عن إيه؟ ما هو الإجهاد متوقف على مقاسه اللي أنا لسه إيه؟ اللي أنا لسه ما اخترتهوش. يبقى أنا ما أقدرش أحدد قيمة الإجهاد طول ما أنا مش عارف الإيه؟ القطاع. وطبعا طالما أنا مش عارف القطاع لسه فأنا مش عارف الأريا بتاعته. فالمعادلة اللي قدامك دي فيها قيمتين مجهولين، قيمة الإجهاد اللي معرض ليه الممبر ده
وقيمه الكروس سيكشن بتاعه الممبر ده. فطبيعي عشان اقدر استخدم المعادله دي محتاج افرض قيمه واستنتج القيمه الثانيه. فهفرض ايه؟ هفرض قيمه الاجهاد بناء على ايه؟ هي دي اللي موجوده في الايه، في الخطوه الاولى. يبقى تعالى كده نبدا اول حاجه ان احنا هنفرض ايه، هنفرض قيمه للاجهاد. طيب قيمه الاجهاد، مش احنا قلنا الالابل بوينت 5.8 اف يلد؟ ماشي. هو كل القطاعات بتاعتي ايا كان شكلها اللي انا لسه مش عارف مقاسها ايه، كلها معرضه للالابل تنسايل ستريس اللي هو بوينت 5.8 اف يلد؟ لا طبعا، كل قطاع حسب الحاله بتاعته. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك والله انت لو عندك القطاع بتاعك هتركبه مع بعضه عن طريق المسامير، يعني بولتد، فمش بيكون بيقدر يتحمل الاجهاد 100%. او ما بيتحمل قد ايه من الاجهاد؟ تقريبا مجرد فرض ان هو بيتحمل 85% من الايه، من الاجهاد، يعني بضرب في بوينت 85. تعالى كده نتخيلها زي ايه؟ زي بالظبط لما تيجي تتكلم على ورقة كشكول، تجيب لي كشكول عادي وكشكول سلك. تعالى اقطع ورقة من الكشكول العادي واقطع ورقة من الكشكول السلك. هتلاقي ان انت عندك الكشكول العادي، لان الكروس سيكشن بتاع الورقة كله بيقاوم معاك قوة الشد اللي انت ايه بتعملها، فبتلاقي ان القطع صعب شوية. لكن لو جيت قطعت ورقة من كشكول سلك، الفتحات اللي موجودة بتسهل عليك عملية الايه، القطع. يعني بمعنى اصح المسافات او القطع اللي بين الفتحات هي دي بس اللي بتقاوم قوة شد ايدك اللي عايزة تقطع الايه، الورقة. بنفس الكونسبت ده اتفقنا ان انا عندي قطاع معرض للتنشن، والقطاع ده بولتد، يبقى الاجهاد اللي عندي مش كبير لان المساحة اللي بتقاومه مش كبيرة. فتقريبا بضرب في كام؟ بضرب في بوينت 85 من الاجهاد. طيب حاجه كمان، لو القطاع بتاعي انسيمتريك، يعني ايه لو القطاع بتاعي انسيمتريك؟ او في قطاعات سيمتريك وفي قطاعات انسيمتريك. طبعا بتكلم على المحاور الاساسيه اللي هي محور اكس ومحور واي. لو القطاع بتاعي مش متماثل حوالين محور اكس او حوالين محور واي، معنى كده ان القوة مش بتتوزع بالايه، بالتساوي. فمعنى ان القوة مش بتتوزع بالتساوي، معنى كده ان مش كل كروس سيكشن هيقاوم معايا القوة بنفس التأثير. فبالتالي برضو بقول تقريبا 85% من الاجهاد هو اللي هيقدر يتحمله الايه، الممبر ده. فبالتالي ضربت في ايه هنا؟ ضربت في بوينت 85 برضو. طيب حاجة أخيرة باخدها معايا في الحسبان هي كيس 1 أو كيس 2. كيس 1 أو كيس 2 يعني القطاع بتاعي ده، الممبر ده، جاي عليه قوة. طيب أصل القوة دي كان إيه؟ لو أصل القوة دي ديد لود ولايف لود، فبالتالي دي اسمها كيس 1. أما لو أصل القوة دي ديد لود ولايف لود وداخل معايا كمان الويند لود، فبسميها كيس 2. فلو حصل وقالك ان الممبر ده معرض لديد ولايف وويند لود، فبالتالي بتزود قيمة الاجهاد قد ايه؟ 20%. لا ده انا عايز قطاع يتحمل معايا كمان الويند لود، فهزود قيمة للاجهاد مقدار كام؟ 20%. يعني بضرب في ايه؟ في 1.2. يبقى نرجع نقولها كده بكل بساطة، ان الاجهاد بتاعي الالابل هو بوينت 5.8 اف يلد، بس انا عايز افرض اجهاد، يعني قيمة كده مفروضة. هقول ايه؟ هقول والله لو القطاع بتاعي بولتد، فانا هقلل 15% من الاجهاد، يعني هضرب في بوينت 85. اما لو ولدد، يعني لو القطاع ده تم توصيله او تركيبه في الكونكشن عن طريق اللحام، انا كده احتاجت اعمل فتحات في الممبر؟ لا، معنى كده ان الممبر كله، كروس سكشن كله بيقاوم معايا، فبالتالي ساعتها مش هضرب في ايه؟ في بوينت 85. يبقى لو بولتد هضرب في بوينت 85، اما لو ولدد مش هقلل قيمة الاجهاد، كأني قلت ان 100% من الاجهاد شغال معايا، يعني كأني ضربت في 1. طيب اما لو القطاع بتاعي انسيمتريك، فهقول والله هو مش كل اجزاء القطاع، مش كل اجزاء الكروس سيكشن بتاع القطاع هتقاوم معايا بنفس التأثير، فبالتالي بقلل من قيمة الاجهاد شوية، بضرب في ايه؟
في 0.85. اما لو القطاع بتاعي متماثل، لا مش محتاج ان انا اقلل قيمة الاجهاد، كأني باخد الاجهاد ايه ب100%، يعني كأني ضربت في ايه في 1 بدل 0.85، ده لو هو ايه سيمتريك. طيب اخر حاجة معايا، لو الاحمال ناتجة من ديد ولايف، يعني لو الحالة كيس 1 مش محتاجة ازود قيمة الاجهاد حاجة، او اما لو الاحمال جاية من كيس 2 يعني ديد ولايف وين، هحتاج ان انا ازود قيمة الاجهاد قد ايه 20%، يعني هضرب في كام في 1.2. يبقى كده دي الخطوة الاولى اللي انا فرضت فيها قيمة للاجهاد. نرجع بقى للمعادلة اللي احنا اتكلمنا عنها اللي بتقول ان الاجهاد بيساوي فورس على اريا. طيب ما هو الاجهاد اللي انا فرضه اقدر اعوض بيه، والفورس احسبها او هيكون جايبها لي جاهزة ايا كان. فانا كده معايا الاجهاد ومعايا الفورس، اقدر اطلع من هنا قيمة الايه قيمة الاريا. جبت الاريا بتاعتك، تمام، تقدر تدخل بالاريا دي على الجدول ايا كان القطاع اللي هتشتغل بيه. اتفقنا في اول سيكشن مع بعض ان انا عندي بشتغل في اغلب الاحوال من الجدول، فكل سيكشن من السكاشن اللي موجودة في الجدول او كل كروس سيكشن من الاشكال اللي موجودة في الجدول بتبقى معروفة قيمة الايه الاريا بتاعته. طلعت من المعادلة دي الاريا، هدخل الجدول بيها واختار قطاع زي ما هنشوف ان شاء الله كمان شوية في المسألة. كده انا اخترت الايه، اخترت السكشن بتاعي، انا خلاص عرفت شكله وعرفت مقاسه، بس خلاص انا كده خلصت حل. لا استنى، انت مش خلصت حل، هو انت مش كنت فارض قيمة للاجهاد وبناء على القيمة اللي انت فرضتها طلعت لي مقاس؟ طب معلش، ما انا كان ممكن بدل ما اضرب في 0.85 كان ممكن اضرب في 0.7، صح كده؟ كان ممكن اضرب في 0.6، صح؟ يبقى انا القيم اللي هي اللي انا نسبة تأثير الاجهاد اللي انا باخدها معايا في الحسبان مش قيمة ثابتة، ده مجرد قيمة ايه مفروضة. فبالتالي انا ما اقدرش اخد القطاع اللي انا طلعته من هنا وابدأ انفذه من غير ايه ما اعمل عليه تشيك. انا محتاج اعمل عليه تشيك اشوفه سيف وايكونوميك ولا لا، تمام كده؟ يبقى هاجي على الخطوة التالتة والاخيرة، ان انا ببدأ اعمل ايه، ببدأ اعمل شوية تشيك على الممبر اللي انا طلعته. هما اربعة، اول واحد عبارة عن ايه، بيقولك الاجهاد بقى الفعلي للقطاع اللي انت طلعته ده لازم يكون اقل من الاجهاد اللي مسموح بيه. طب الاجهاد الفعلي بكام؟ الاجهاد الفعلي هو فورس على المساحة الفعلية اللي شغالة معايا. بقارنه بكام؟ بقارنه بالاجهاد المسموح بيه اللي هو 0.58 اف ييلد، مش ده الاجهاد الالابل، بس لو حصل والاحمال ناتجه من كيستو بضرب في ايه في 1.2، لكن ما بضربش بقى في بقيه القيم دي، دي مجرد فروض في البدايه. التوتال الاف تنشن النهائي الالابل بتاعي هو يا اما 0.58 اف ييلد او 0.58 اف ييلد في 1.2، ده لو الاحمال جايه من ايه من كيستو. طب تعالى كده نرجع سنه لورا، احنا كنا بنقول ان الاجهاد الفعلي هو فورس على المساحه الفعليه اللي شغاله معايا، اللي هي من الجدول يعني؟ لا مش اللي هي من الجدول. تعالى كده نبص ازاي احسب المساحة الفعلية. المساحة الفعلية دي عشان خاطر تحسبها بيبقى عندك متوقفة على الكروس سيكشن بتاعك عبارة عن ايه. والله لو الكروس سيكشن بتاعك متماثل يبقى زي ما قلنا كل القطاع هي ايه هيشيل قوة بالتساوي، اما لو القطاع بتاعي مش متماثل فبالتالي مش كل القطع بتاعتي المكونة للقطاع هتشيل ليها هيجي عليها نفس التأثير زي القطع التانية. يبقى انا دلوقتي عشان احسب الاريا نت قسمت الاشكال بتاعتي لنوعين. النوع الاولاني هو السيمتريك سيكشن او الاشكال المتماثلة. اشكال متماثلة زي ايه؟ زي اي سيكشن، زي بايبز، ايا كان الشكل المتماثل بتاعي ده يعتبر ايه سيمتريك سيكشن، وهنضيف عليهم اللي احنا حطيناها هنا اللي هي الدبل انجل باك تو باك اللي عندي، تمام كده؟ طيب يبقى انا عندي السيمتريك سيكشن اي قطاع متماثل حوالين اكس او حوالين واي وزي الدبل انجل باك تو باك، تمام كده؟ طيب دبل انجل باك تو باك قلنا ان طالما هو متماثل يبقى كل المساحه بتاعتي هتشيل ايه نفس التاثير، فبالتالي الاريا نت بتاعتي عباره عن ايه، عباره عن مساحه الكروس سيكشن بتاع الزاويه دي
وكروس سيكشن بتاع الزاوية التانية. الكلام ده امتى؟ الكلام ده لو زي ما في الرسمة كده، هما زاويتين متوصلين ببليه عن طريق لحام، يبقى المساحة الاريا نت بتاعتي هي عبارة عن 2 من الاريا جروس. طب لو كان الزاويتين الدبل انجل باك تو باك متوصلين بالبليت عن طريق مسمار، يعني ايه عن طريق مسمار؟ يعني انا عملت فتحة في الانجل بتاعتي عشان امرر جواها الايه؟ المسمار. فبناء عليه الاريا نت بتاعتي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 من الاريا جروس، تمام، ناقص الفتحة اللي انا عملتها للمسمار. طب تعالى كده نحسب الفتحة اللي انا عملتها للمسمار. احنا بنتكلم على زاوية، زي ما اتفقنا ان الزاوية دي كنا بنتكلم عليها في السكشن، هي ليها طول رجل اسمه ايه والرجل التانية اسمها ايه باعتبار ان انا شغال بالايكوال انجل، وليها تخانة اسمها تي. طيب لو انا عايز اعمل فتحة في الزاوية دي للمسمار، بعمل فتحة بقطر فاي اللي هو ده المسافة او القطر بتاع الفتحة فاي. ايه فاي دي؟ الفاي دي هي عبارة عن الديامتر بتاع المسمار اللي حضرتك هتمرره في الفتحة زائد 2 مليمتر مسافة خلوص عشان ايه؟ يسهل التمرير. فانا عندي دلوقتي المساحة بتاعت اللي انا هعملها للزاوية الواحدة، الفتحة اللي انا هعملها للزاوية الواحدة عشان احط فيها المسمار بعملها بقطر فاي. تعالى كده احنا قطعنا كروس سيكشن، المساحة اللي قدامي اللي انا هطرحها من الاريا بتاعتي عبارة عن ايه؟ عبارة عن فاي في تخانة تي. طب هو مش الزاوية التانية كمان فيها نفس الفتحة؟ ففي كمان مساحة فاي اللي هي دي في تخانة تي. فبقى عندي الاريا نت الفعلية اللي شغالة معايا هي عبارة عن 2 من الاريا جروس ناقص 2 فاي تي. ايه ده، هي ايه الاريا جروس اللي احنا عمالين نقول عليها دي؟ الاريا جروس دي هي المساحة اللي موجودة في الجدول، تمام كده؟ يبقى الاريا جروس هي المساحة من الجدول، بس لو القطاع بولتد بخصم ايه؟ فتحات المسمار اللي هي 2 فاي تي. الكلام ده لو القطاع بتاعي ايه؟ سيمتريك سيكشن. طيب لو حصل والقطاع بتاعي ان سيمتريك سيكشن ومحتاج اجيب الاريا نت او المساحة اللي فعل او المساحة الفعلية اللي شغالة معايا، اجيبها ازاي؟ زي ايه الانسيمتريك سيكشن؟ زي القطاع السنجل انجل او القطاع الستار شيب. القطاع السنجل انجل كده تعالى نتكلم عليه الاول وبعدين نتكلم على الستار شيب. السنجل انجل الاريا نت بتاعتها هي عبارة عن حاجة اسمها اريا افكتيف. مش احنا كنا لسه بنقول ان القطاع بتاعي لو مش متماثل في جزء هيتأثر بالقوة اكتر من جزء التاني؟ انت دلوقتي عندك الخط ده، الخطين اللي جنب بعض دول تخانة البليت، وادي الرجل بتاعتي بتاعت الزاوية وادي الرجل التانية. لما القوة بتاعتي بتأثر على الممبر ده، اللي بتأثر بيها اكتر هو الرجل اللي ايه متظللة بالازرق الغامق دي، والرجل المتظللة بالازرق الفاتح بيكون التأثير عليها اقل شوية، تمام كده؟ فبالتالي المساحة الفعلية اللي شغالة معايا هي مساحة A1 او الرجل الملاصقة للبليت زائد نسبة من ايه؟ من 2، هي مش شايلة نفس تأثير A1. تعالى كده نشوفها هي عبارة عن ايه؟ الاريا افكتيف هي عبارة عن A1 زائد نسبة من ايه؟ من 2. طب النسبة دي عبارة عن ايه؟ 3 من A1 على 3A1 زائد A2. دي كده الاريا ايه؟ الاريا افكتيف. طيب تعالى كده لو عايزين نحسب A1 وعايزين نحسب A2، بسيطة جدا. A1 دي مش ده طول الرجل اللي اسمه ايه؟ الطول ده عندي ايه؟ والتخانة دي اللي هي تخانة الرجل اللي هي تي. يبقى A1 عبارة عن ايه؟ A في تي، تمام. تعالى كده لو عايزين نحسب A2، A2 عبارة عن ايه؟ الجزء المتظلل بالازرق الفاتح ده اللي هو من هنا لحد هنا بس. انا اكيد مش هحسب من هنا لحد الاخر كده، يبقى في تداخل في الايه؟ في الجزء ده. لكن A2 بتاعتي عبارة عن ايه؟ لو طول الرجل بتاعتي كلها ايه، يبقى المسافة من هنا لحد هنا عبارة عن ايه؟ صحيح، A ناقص T. يبقى انا عندي الطول بتاع الرجل او الطول بتاع الجزء المستطيل اللي هو A2 ده عبارة عن A ناقص T مضروب في تخانتها اللي هي كام؟ T.
يبقى انا على طول عرفت ان ايه واحد هي ايه في تي، وايه اتنين ايه ناقص تي في ايه في تي. طب الكلام ده لو القطاع ده متوصل في البليت عن طريق الايه؟ اللحام. طيب لو القطاع ده متوصل في البليت عن طريق المسامير، نفس الفكرة، اللي هيتأثر معايا اكتر هو المساحة اللي هي ايه واحد، وهيتأثر جزء او المساحة اتنين هتتأثر بنسبة اقل. فانا عندي برضو الاريا افكتف هي ايه واحد زائد نسبة من ايه اتنين، والنسبة دي تلاتة ايه واحد على تلاتة ايه واحد زائد اتنين. تعالى كده برضو نحسب ايه واحد بكام واحسب ايه اتنين بكام. ايه واحد عبارة عن ايه؟ من هنا لغاية هنا اللي هي ايه في التخانة تي، يبقى ايه واحد اف تي. لا استنى، هي ايه في تي ناقص الجزء اللي انا عملته للايه؟ فتحة للمسمار. يبقى انا دلوقتي هي ايه في تي تمام، بس ناقص المستطيل اللي حضرتك شايفه ده اللي هو بتخانة تي وقطر ايه؟ فاي. يبقى ايه في تي ناقص فاي في ايه؟ في تي. يبقى دي مساحة القطعة اللي هي ايه واحد. طيب تعالى بقى نجيب المساحة التانية اللي هي ايه اتنين، هتلاقيها في البولتد زي في الولدد بالظبط. ده الممبر البعيد عن الكونكشن اللي مساحته هتبقى ايه ناقص تي في ايه في تي. يبقى انا كده كل الفكرة في السنجل انجل ان الاريا نت بتاعتي هي عبارة عن اريا افكتف، والاريا افكتف دي متوقفة على مساحة الرجل الملاصقة للكونكشن ومساحة الرجل البعيدة. تمام كده، وهحسب ايه واحد وهحسب ايه اتنين وهعوض في المعادلة، كده انا جبت الاريا افكتف. طيب لو الكروس سيكشن بتاعي ستار شيب، لو الكروس سيكشن بتاعي ستار شيب هتلاقي نفس الكلام اللي انت بتحسبه هنا، بس بتحسبه مرة للزاوية اللي فوق وبتحسبه مرة للايه للزاوية اللي تحت. يبقى هنا الاريا نت هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اتنين من الاريا افكتف. كده خلاص قدرنا نحسب الاريا نت. نرجع بقى للجزء اللي احنا كنا شغالين فيه. احنا كنا شغالين في التشيك، قلنا التشيك الاولاني الاجهاد التنشن الفعلي لازم يكون اقل من اجهاد التنشن الالار، ده التشيك الاول، وقلنا كل واحد فيهم بيتحسب. نيجي للتشيك التاني اللي هو معامل النحافة. معامل النحافة لما يكون الممبر معرض لشد لازم يكون معامل النحافة بتاع الممبر ده اقل من 300. طيب ازاي بحسب معامل النحافة؟ معامل النحافة هو عبارة عن طول الممبر على الراديوس اوف جيريشن المينيمم للممبر ده. طيب طول الممبر اقدر اجيبه، اشوف وضع الممبر ده موجود فين في التراس واقدر احدد طوله. طيب اجي بقى اجيب الراديوس اوف جيريشن بتاعة الممبر المينيمم اللي هي الاي سمول. الاي سمول المينيمم لاي قطاع تتحسب ازاي؟ الاي سمول المينيمم لو كان القطاع بتاعي سنجل انجل فهي عبارة عن اي سمول في من الجدول، اما لو كان القطاع دبل انجل باك تو باك فالاي سمول مينيمم هي اي سمول اكس من الجدول، اما لو القطاع دبل انجل ستار شيب فالاي سمول مينيمم هي هنا الاي سمول يو من الجدول. تمام كده. طيب طبعا لو شكل مثلا زي الاي سيكشن بدخل على الجدول وابدا اجيب اي سمول اكس واي سمول واي واخد الضعيفه فيهم وهي دي اللي اشتغل بيها. لو القطاع بتاعي قطاع مثلا بيلت اب سيكشن ملوش قيم في الجدول، ببدا احسب له البروبرتيز بتاعته كلها بالكامل وابدا اجيب الاي سمول في الاكس والاي سمول في الواي واخد القيمه الايه المينيمم بتاعتهم. تمام كده. طيب يبقى كده جبت ايه التشيك التاني اللي هو معامل النحافه، معايا الممبر وقدرت احدد الاي مينيمم بكام، واقسم طول الممبر على الاي مينيمم وقارنهم بال 300. لو هي اقل من 300 يبقى سيف، اما لو اكبر من 300 يبقى في الحاله دي محتاج ان انا اكبر القطاع شويه. التشيك التالت ده بنحسب فيه النسبه بين طول الممبر لعمق الكروس سيكشن بتاع الممبر ده. لو النسبة بين طول الممبر لعمق الكروس سيكشن بتاع الممبر ده اقل من 60 يبقى التشيك ده كمان سيف. طيب طول الممبر وعرف احدده، طب عمق الممبر اللي هو الدبس بتاع القطاع ده بكام؟
تعالى كده بص على جنب، هتلاقي اني رسمه لك رسمه كده بقولك والله لو القطاع بتاعي سنجل انجل، مش هو الدبس ده اللي هو العمق بتاع الكروس سكشن ايا كان شكله ايه، اللي هي المسافه من التوب بتاعه لحد البوتوم بتاعه، فلو سنجل انجل فالدبس بتاعي هو الايه ايه. طيب لو القطاع بتاعي اي سكشن فالدبس بتاعي هو ايه برضو من التوب لحد البوتوم اللي هي الاتش اللي هو الارتفاع بتاع الكروس سكشن ده. طب لو القطاع بتاعي دبل انجل باك تو باك فالدبس بتاعي هو المسافه برضو من التوب لغايه البوتوم، هتلاقيها برضو بايه بايه اللي هي طول الرجل. اما لو القطاع بتاعي دبل انجل ستار شيب فلو حبيت تحسب الدبس هو من التوب بتاع الشكل لحد البوتوم، تعالى كده احسبه من التوب لا من التوب بتاع الشكل لحد البوتوم مكون من ايه، مكون من ادي ايه وبعدين تخانه البليت اللي بينهم وبعدين ايه تانيه، فبالتالي هنا الدبس عباره عن ايه 2 ايه زائد تي. ده كده الدبس بتاعي على حسب كل شكل، وبكده اكون برضو قدرت اعرف ازاي اعمل التشيك التالت. فاضل لي اخر تشيك عندي اللي هو ايه اكبر من او تساوي 3 فاي زائد التي. تعالى كده نرجع مثلا الرسمه زي اللي احنا رسمينها دي كده، لو دي زاويه والزاويه دي تم تثبيتها عن طريق مسمار، فلازم طول الرجل بتاعه الزاويه دي تكون اكبر من مسافه معينه. طب ايه المسافه دي؟ بيقولك لو انت عملت فتحة للمسمار قطرها فاي في الزاوية، لازم على الاقل على الاقل ان طول الرجل الزاوية ده عشان تعمل فتحة فاي تكون سايب قبلها مقدار فاي من الرجل، وتكون سايب بعدها مقدار فاي بعد كده ايه تخانة الزاوية. يعني لازم عشان تعمل فتحة للمسمار لازم على الاقل يكون لو فتحة المسمار دي قطرها فاي لازم تكون في قبلها فاي وفي بعدها فاي وفي بعدهم الايه التخانة بتاعة الرجل. تعالى كده احسب، هتلاقي عندك فاي وفاي وفاي وتي، فبالتالي لازم الايه بتاعتك او طول الرجل بتاعتك يكون اكبر من او يساوي 3 فاي زائد الايه زائد التي، وهو ده اللي موجود فين في التشيك بتاعي ان الاي تكون اكبر من او تساوي 3 فاي زائد التي. طبعا لو اكبر من او يساوي 3 فاي زائد تي يبقى القطاع ده سيف، اما لو اقل منه فانا محتاج ان انا اكبر الايه القطاع. وطبعا برضو التشيك الرابع ده انا بعمله امتى؟ اعمله لما يكون القطاع متوصل بالحبل ولا اعمله لما يكون القطاع متوصل بمسامير؟ تمام، يبقى التشيك ده موجود فين؟ في المسامير بس. طيب ده كده الدرس بتاعي، في شوية ملحوظات كده صغيرين هنقول عليهم وبعدين نحل مثال. احنا قلنا مثلا اللي يبقى مديني الممبر ومديني قيمة القوة بتاعته وقايل لي ان القوة دي هي ناتجة من ديد ولايف ويند، يعني هي جاية من كيس 2 مثلا او ناتجة من ديد ولايف بس يعني جاية من كيس 1، فبيكون بيقول لي مثلا ديزاين الممبر الفورس بتاعتي مثلا ب 30 طن جاية من كيس 2 جاية من كيس 1 ايا كانت هي ايه وابدأ احل. طب ما هو ممكن ما يعملش كده، ممكن يعمل ايه تاني؟ ممكن يقولك والله انا عندي ممبر، الممبر ده قيمة البي ديد لود اللي جاي عليه بكذا، قيمة البي لايف لود اللي جاي عليه بكذا، وقيمة البي ويند لود اللي جاي عليه بكذا، اعمل لي ديزاين. ماشي انا هعمل ديزاين بس انا مش متعود على الصورة دي، انا متعود ان يكون معايا الفورس ويكون معايا الكيس. لا، هو حضرتك طالما اداك التلات قيم دول فبالتالي حضرتك اللي هتحدد قيمة الفورس كام ونوع الحالة كام. في حد مثلا دلوقتي ممكن يقول لي طب ما خلاص ما هو معنى كده ان الممبر بتاعي معرض لديد ولايف ويند، معنى كده ان ايه ان الحاله كيس 2 والفورس هي مجموعه 3. لا، لازم قبل ما احدد الحاله كيس 2 او كيس 1 حتى لو معايا 3 احمال بشوف الاول نسبه الويند لود للديد واللايف مع بعض. تعالى كده نشوف، بيقول لك والله لو البي ويند لود نسبتها مقارنه ب بي ديد لود وبي لايف لود اقل من او تساوي 20%، معنى كده ان حمل الويند لود بتاعي مش مؤثر، وبناء عليه الفورس بتاعتي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن البي ديد لود زائد البي لايف لود فقط لا غير. وطالما الحمل ده جاي من ديد ولايف بس فبالتالي دي كيس ايه؟ كيس 1. اما لو
نسبة الويند لود مقارنة بالديد لود واللايف لود مع بعض زادت عن 20%، معنى كده ان حمل الويند لود بتاعي مؤثر، وبالتالي الفورس بتاعتي هي ديد ولايف وكمان معاهم ويند. طيب لما تكون الفورس ديد ولايف ويند، معنى كده ان الحالة دي اسمها ايه؟ كيس 2. يبقى انا كده عرفت لو انا جابلي قيمة البي ديد لود والبي لايف لود والبي ويند لود على حدة كل واحد فيهم لوحده، ببدأ انا احدد منه اشوف الويند لود مؤثر ولا لأ. لو مؤثر هاخده معايا في الحسبان وبالتالي كيس 2، اما لو مش مؤثر فمش هاخده معايا في الحسابات وهيبقى الاحمال دي جاية من ايه؟ من كيس 1. دي الملحوظة الاولى اللي كنا عايزين نقولها. مش احنا قلنا الديزاين يعني انا اللي بقول شكل الممبر ده ايه ومقاسه كام؟ طيب تعالى كده برضو جزء خاص بشكل الممبر. ممكن ان هو مثلا في العادي يجي يقول لك ديزاين تنشن ممبر، خد بالك ان الكروس سكشن بتاعك ممكن يكون دبل انجل ستار شيب، ممكن يكون دبل انجل باك تو باك، ممكن يكون سنجل انجل، ايا كان الشكل اللي هو هيقوله. ممكن ما يقولكش كده خالص، يعني ممكن في المساله ما يجيبلكش نوع الكروس سكشن هو عباره عن ايه، لكن ممكن يقولك ايه، يقولك وضع الممبر ده في التراس هو ايه. تعالى كده بص على التراس بتاعك. الممبر اللي بيكون موجود من فوق ده، اي ممبر من الممبرز اللي موجوده فوق دي، ده اسمه upper cord. اي ممبر موجود في الممبرز اللي موجوده من تحت دي اسمها lower cord. يبقى ده upper cord اهو وده اسمه lower cord. ايا كان الupper cord او lower cord، الكروس سكشن بتاعهم بيكون double angle back to back اهو. طيب الممبر الرأسي ده اسمه vertical والممبر المايل ده اسمه diagonal. فسواء كان ممبر رأسي او ممبر مايل فالكروس سكشن بتاعه هو ايه؟ single angle. تمام كده؟ يبقى لو اداني في المسألة ان انا اصمم اي سكشن هصمم له اي سكشن، اما لو كان مديني في المسألة اسم الممبر فانا اللي ساعتها بحدد هو double angle او single angle. تمام كده؟ هو بس هيقول لي upper cord، هيقول لي vertical، وانا اللي ببدأ اشوف upper cord ده double angle ولا single، طب vertical ده double angle ولا single، وابدأ اشتغل. تعالى بقى كده بعد ما خلصنا الشرح نبدأ نشوف مسألة بسيطة، مجرد بس ان هي تفهمني الايه، تفهمني الفكرة بتاعت طريقة الحل عاملة ازاي. المسألة بتقول لي ايه؟ بتقول لي صمم tension member مكون من single angle، ومديني شوية بيانات للممبر ده. ايه البيانات اللي مديهاني؟ بيقولي والله اللينس بتاع الممبر ده 3 متر، الفورس اللي جاي عليه 20 طن، جاية من ايه؟ من كيس 1. طيب نوع الحديد اللي هتستخدمه هو ستيل 37. الممبر ده اتوصل في الكونكشن عن طريق مسامير هي اسمها M16. يعني ايه M16؟ يعني الديامتر بتاع المسمار 16 ملي، ده اللي هو الايه؟ القطر بتاعه المسمار، قطر المسمار ب16 ملي. قبل ما ابدا الحل احب افكركم ان احنا اتفقنا في السكاشن ان احنا ما نيجي نعمل ديزاين هنشتغل بوحده الطن والسنتيمتر. تمام كده؟ فاي حاجه عندي هشتغلها هبدا احولها للطن والسنتيمتر وبعدين ابدا اشتغل. قلنا اول خطوه بعملها هي ايه؟ اول خطوه بفرض قيمه للاجهاد. طيب قلنا قيمة الإجهاد عبارة عن إيه أساساً؟ 0.58 فيلد. أبدأ بقى أشوف حالة الممبر اللي هو مديهوني، أشوف أنها هقلل من الاسترس شوية ولا هزود في الاسترس. تعال نشوف أول حاجة مديهاني، بيقول إن هو سنجل أنجل. سنجل أنجل يعني القطاع ده متماثل ولا غير متماثل؟ غير متماثل. فبالتالي قللت من قيمة الإجهاد 15%، يعني ضربت في 0.85. تعالى كده نكمل قراية. بيقول لك ان الاحمال جاية من كيس 1. كيس 1 دي انا محتاجة ازود الاسترسز 20% ولا لأ؟ لا، كيس 1 نفس الاسترسز اللي عندي مش محتاجة ازودها حاجة، فضربت في كام؟ في 1. طيب تعالى نشوف مديني ايه تاني. بيقول ان الكونكشن بولتد. بولتد يعني انا عندي دلوقتي هشتغل بالاسترسز بالكامل ولا هقللها؟ لا، القطاع ده مش هيتحمل الاسترسز بالكامل، ده انا هقللها مقدار قد ايه؟ مقدار 15%، فضربت في 0.85. لحد كده تمام؟ يبقى انا هفرض قيمة للإجهاد هي عبارة عن 0.58 F yield، وضربت في 0.85 عشان القطاع ده single angle،
وضربت في 0.85 عشان الوصلة كونكشن بتاعي بولتد، وضربت في 1 عشان الاحمال جايه من ايه، من كيس 1. كان ممكن ما اضربش في الواحد ده عادي خالص، انا مش محتاجه اضرب فيه، انا بس كتبته لك عشان خاطر ما يجيش حد يقول ايه اذا انا ما حطيتش الواحد واتنين من عشرة، ما اتفقنا الواحد واتنين من عشرة بتاعت كيس 2. يجي حد تاني يقول طيب ماشي، ما هي 1.2 بتاعت كيس 2، لكن بقى لما تكون كيس 1 هضرب في كام؟ زي ما هو الاستريس مش هقلل منه حاجه، فبضرب في ايه، في 1. يبقى انا كده هقول 0.58 F yield بتاعت ستيل 37 اللي هي 2.4 في 0.85 في 0.85 في 1. طلعت من هنا قيمة الإجهاد اللي أنا فرضه بواحد وواحد من عشرة طن على السنتيمتر سكوير. طيب نيجي بعد كده للخطوة التانية اللي هي إيه بقى؟ خطوة اختيار القطاع. بقول والله المعادلة بتاعتي هي الإجهاد بيساوي فورس على أريا. الإجهاد اللي أنا فرضه بيساوي الفورس اللي جاي على الممبر على الاريا اللي أنا مش عارفها. الإجهاد اللي أنا فرضه بواحد وواحد من مية بيساوي الفورس كان مديهاني بعشرين طن على المساحة بتاعت القطاع كله. لو القطاع ده دبل أنجل يبقى مساحتين، يبقى الاريا بتاعت اتنين ال، لو قطاع سنجل أنجل يبقى الاريا بتاعت الايه، الوان ال. طيب قطاع عندي هنا سنجل انجل، يبقى المساحة اللي هقسم عليها هي مساحة ال 1L بس، اللي هي هتطلع معايا هنا بكام؟ ب 19.8. طلعت انها مساحة الزاوية الواحدة 19.8. ابدأ اعمل ايه؟ ابدأ ادخل للشرط عشان اختار قطاع. مش هو قال لي سنجل انجل؟ هدخل على القطاع الايكوال انجل. هبدأ اجيب ايه؟ هبدأ اجيب المساحة اللي انا اخترت طلعتها من القانون، وهبدا ادخل بيها الجدول واطلع مقاس. فين عمود المساحه؟ طيب نرجع كده، معلش هفصلكم دقيقتين، تعالى كده نقرا الجدول اللي احنا كنا قريناه في السكشن مع بعض بس نقراه تاني. قلنا ان اي جدول بتاعي لازم اكون مبين فيه كل البيانات اللي تخص الممبر ده. فالجدول مثلا بتاع الايكوال انجل بيتكون من ايه؟ اول عمود ده فيه اسم القطاع، او بمعنى اصح مقاس القطاع. ممكن تكون الزاوية 20x20x3، أو تكون الزاوية 40x40x4، أو تكون 110x110x12، أيا كانت الإيه المقاس بتاع الزاوية. كل مقاس من دول بيبقى ليه شوية properties، dimension وproperties، كل ده بيكون موجود في الجدول. أول عمود بعد اسم الزاوية أو بعد مقاس الزاوية هو الجي، هي وزن المتر الطولي من الممبر ده. خد بالك بوحدة الكيلوغرام على المتر، او كيلوغرام لكل متر. العمود اللي بعده ده عمود المجموعة دي مجموعة خاصة بالدايمنشن. الدايمنشن عندك اللي هي ايه؟ بيقولك اول حاجة الاتش او البي بالمليمتر. خد بالك الدايمنشن بالمليمتر، الاتش او البي بكذا. يعني مثلا ال 25x25x3 الاتش او البي بتاعتها ب25 مليمتر. ايه ده، فين الاتش او البي دي؟ يعني ايه؟ ارجع بس كده على الرسمه اللي قدامك، هتلاقي كل رمز موجود في الدايمنشن هتلاقيه موجود فين على الرسمه. ادي الاتش وادي البي اللي كنا مسمينها مع بعض في السكشن بالرمز A سمول، تمام كده. طيب بعد كده في التي دي اللي هي التخانه بتاعه الرجل، سواء التي دي الرجل دي او الرجل دي التخانه بتاعتهم ثابته. بعد كده في r small 1 و r small 2، دي الكيرف اللي انا عملته عشان اتنقل من السمك ده للايه، للسمك ده. دي r 1 وفي r 2 اللي هي موجوده فين على الاطراف. دي كده الدايمنشن خلصتها. هبص الاقي ان في عمود بعدها هو ده عمود الكروس سيكشن. والله لو الزاويه بتاعتي مثلا 130x130x12، فابدا امشي كده قدامها لحد ما اخبط في عمود الاريا، هلاقي ان مساحتها كام؟ 30 ايه؟ بص كده على الوحدة، هتلاقي الوحدة بتاعتها بالسنتيمتر سكوير. يبقى الجزء بتاع الدايمنشن بس اللي وحدته بالمليمتر، بعد كده بتبقى بالسنتي. بعد ما خلصت الاريا بشوف العمود اللي بعده، في حاجة اسمها اي سمول. ايه الاي سمول دي؟ ارجع كده بص على الرسمة، هتلاقي الاي سمول محددها لك هي المسافة من السي جي بتاع الزاوية لحد الحافة الخارجية، سواء في اكس او المسافه من السي جي بتاع الزاويه لحد الحافه الخارجيه في ايه، في واي. يبقى في اكس او في واي دي كده اي، لان دي ايكوال انجل، فالرجل دي هي الرجل دي، فبالتالي الاي بتاعتهم واحده. دي كده اللي هي الاي، او ما انا صح مكان السي جي من
الطرف. بعد كده في شوية بروبرتيز للسكشن اللي احنا اشتغلنا عليها في اول سكشن مع بعض، ازاي كنا بنجيب الانيرشيا بتاعت القطاع في اكس او في واي، ازاي كنا بنجيب السكشن مودلس للقطاع في اكس او في واي، ازاي كنا بنحسب الريديس اوف جيريشن للقطاع سواء في اكس او في واي. طبعا هنا لان القطاع متماثل، هو مش متماثل، هو القطاع هنا لو جبته على اكس هتلاقي نفس البيانات بتاعته على ايه، على واي، فعشان كده اكس وواي هنا قيمهم زي بعض، لكن لو مش زي بعض هلاقي عمود خاص بالواي وعمود خاص بالاكس. بعد كده بجيب الانيرشيا والراديوس اوف جيريشن للمحاور الضعيفه سواء في محور يو او في محور في اللي هو اليو والاي والفي. تمام كده، يبقى احنا قرينا مع بعض كده الجدول بتاع الايكوال انجل. نرجع بقى تاني نكمل الحل بتاعنا. احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا ان انا عندي من المعادلة دي طلعت مساحة الزاوية بتاعتي ب 19.8. طيب مساحة الزاوية بتاعتي اللي هي 19.8، ابدأ ادخل الجدول، ادي عمود الاريا اهو، ابدأ ادور فيه على مساحة قيمتها اكبر من او تساوي المساحة اللي انا طلعتها. هاجي بقى ادور على المساحة بتاعتي، هلاقي فيه ايه؟ هلاقي فيه 15 و5 في 19 و2 في 25 وايه وواحد. فانا دلوقتي قدامي حلين، احنا اتفقنا اكبر من او تساوي القطاع. 19 و8 مش موجودة، بس الاكبر منها على طول هو ايه؟ 25 و1. الفرق في الكروس سكشن هنا كبير. تمام كده، الفرق الكبير ده ممكن يكون المش ايكونومي، يعني ممكن يكون ماشي هو هيبقى سيف، بس ممكن يكون هيسبب تكلفة عالية. فانا قبل ما اختار ال 25 و1 ده اللي هو مقاس 110 × 110 × 12، ابص على 19 و2. هي مش 19 و2 دي، المساحة دي قريبة من 19 و8. هي اقل منها، بس الفرق بينهم بسيط. طالما الفرق بينهم بسيط، طب ليه انا ما جربش الكروس سيكشن او المقاس اللي مساحته 19.2 اللي هو اسمه 100 × 100 × 10؟ والله لو طلع معايا سيف ده يبقى تمام، ده هيبقى وفر عليا في التكلفة. لكن لو حصل وطلع انسيف، لا، ساعتها بقى هبقى استخدم الزاوية اللي بعدها اللي هي المقاس الكبير اللي هو كام؟ 110 × 110 × 12. تعالى كده نشوف. احنا قلنا مثلا من الجدول هختار زاوية واحدة هي 100 × 100 × 10. 100 × 100 × 10 اللي هي A في T. تعالى كده نرجع تاني للجدول نتأكد. تعالى كده بص، 100 × 100 × 10 هتلاقي ان الاتش او البي بمية ملي يعني 10 سنتي، والتي بتاعت الزاوية بكام؟ بعشرة ملي يعني 1 سنتي. فانا عندي هنا 100 × 100 × 10 يعني الاي بمية ملي يعني 10 سنتي، الاي التانية بمية ملي يعني 10 سنتي، التي بتاعت الانجل او تخانة الزاوية بعشرة ملي يعني 1 سنتي. طيب بحيث اني هحتاج في التشيك بتاعي المساحة بتاعت الكروس سيكشن والاي سمول بتاعتها. مساحة الكروس سيكشن 12 و2. طب الاي سمول انا عندي فيه اي سمول في اكس وفي واي، وعندي اي سمول في يو، وعندي اي سمول في ايه؟ في في. طيب مش احنا كنا قايلين ان انا الاي سمول عندي هاخدها هي الاي مينيمم اللي هعوض بيها، ودي متوقفة على شكل القطاع. طيب ما شكل القطاع بتاعي سنجل انجل، فبالتالي الاي مينيمم بتاعتي هي اي في. هدخل اجيبها من الجدول للزاوية اللي مقاسها 100 × 100 × 10، هتطلع بكام؟ ب1.95. ابدأ اعمل الايه؟ التشيك. اول خطوة بعمل عليها تشيك، او اول حاجة بعمل عليها تشيك، هي اجهاد الفعلي تحت تأثير الشد. الاف تنشن اكتشوال عبارة عن ايه؟ مش احنا قلنا فورس على الاريا نت، او فورس على الاريا الفعلية اللي شغالة معايا، وقارنها بالاف تنشن ايه؟ اللوبل. طب الفورس ب20 اهو مديهاني. طب الاريا نت بكام؟ فاكر الورقة اللي احنا كنا بنقول عليها، الرسومات اللي كنا بنقول عليها اللي هي بنشوف القطاع سيمتريك ولا انسيمتريك، وابدأ اجيب له الاريا نت بتاعته. طيب مش القطاع ده سنجل انجل؟ طيب القطاع اللي هو السنجل انجل ده محتاج احسب له اريا نت اللي هي عبارة عن ايه؟ اريا افكتيف. طيب هشتغل عليه ويلدد ولا بولتد؟ هو في المسألة بولتد، يبقى هشتغل ببيانات الايه؟ البولتد. A1 A في T ناقص فاي T،
وايه 2 a ناقص t في t، وهبدأ أعوض في قانون الاريا افكتيف وأجيب الايه قيمة الاريا افكتيف اللي هي الاريا نت. تعالى كده نبص على جنب هنا كده، القطاع ده غير متماثل وهو سنجل انجل، فالاريا نت هي الاريا افكتيف. طيب الاريا افكتيف قانونها كان ايه؟ a واحد زائد نسبة مضروبة في a اتنين، والنسبة دي 3a1 على 3a1 زائد a2. طب انا عايز احسب a1 و2، هقول a1 عبارة عن ايه؟ a في t ناقص فاي t. الاي بكام؟ بمية ملي يعني 10 سنتي، والتي بكام؟ بعشرة ملي يعني 1 سنتي، يبقى 10 في 1 ناقص فاي في تي. الفاي بكام؟ احسب الفاي بكام. مش احنا قلنا ان الفاي هي الفتحة اللي هعملها في الزاوية، والفتحة اللي هعملها في الزاوية لازم تكون اكبر من قطر المسمار بشوية اللي هي مسافة الخلوص. يعني الفاي دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن قطر المسمار وبزود 2 ملي متر ايه؟ مسافة خلوص. طب قطر المسمار بكام؟ ام 16، يعني قطر المسمار 16 ملي، وهزود عليه 2 ملي خلوص، يبقى كام؟ 18 ملي. طيب 18 ملي انا شغال بالملي؟ لا انا شغال بالسنتي، يبقى 1.8 في التي اللي هي تخانه الزاويه اللي هي كام؟ 10 ملي يعني 1 سنتي. طلعت ايه؟ 1.8. طيب تعالى كده احسب ايه 2 اللي هي الرجل البعيده عن الكونكشن، اللي هي عباره عن ايه؟ a ناقص تي في تي. الاي بكام؟ ب 100 ملي يعني 10، ناقص التي بكام؟ ب 10 ملي يعني 1، في التي اللي هي كام؟ 10 ملي يعني 1. طلعت ايه 2 ب 9 سنتيمتر مربع. هبدا اعوض بقيمه ايه 1 و 2 في قانون الاريا افكتيف، وهطلع قيمه الاريا افكتيف اللي هي كام؟ 14.78 سنتيمتر مربع، ويبقى دي مساحه الاريا ايه؟ نت، او المساحه الصافيه اللي شغاله معايا. تعالى كده خد القيمه وعوض في التشيك الاولاني، الاجهاد التنشن الاكتوال بيساوي الفورس ب 20 طن على الاريا نت ب 14.78 سنتيمتر مربع، هيديني 1.35 طن على السنتيمتر المربع. انا بقارنها بكام؟ بقارنها ب 0.58 من الاف فيلد. طيب 0.58 ستيل 37، الاف فيلد بتاعته ب 2.4، هتديني 1.4. كده الاجهاد الفعلي اقل من الاجهاد الالاوبل ولا لا؟ يبقى سيف. طب لو حصل الاجهاد الفعلي طلع اكبر من الاجهاد الالاوبل، ساعتها انا هكبر القطاع وهحسب الاريا نت او الاريا افكتيف بتاعت القطاع الجديده، وهبدا اعمل ايه؟ اعوض تاني واعمل ريت شيك للخطوه دي لحد ما تعمل ايه؟ ما تسيف معايا. طيب نيجي للتشيك التاني اللي هو معامل النحافه. معامل النحافة قلنا هو اللينس بتاع الممبر على الاي مينيمم بتاعته. اللينس بتاعي هو 3 متر، والاي مينيمم بتاعتي بكام؟ اللي هي هنا سنجل انجل اللي هي اي في ب 1.95 سنتي. ينفع اقول 3 متر على 1.95 سنتي؟ فبالتالي ما ينفعش، فحولت ال 3 متر ل 300 سنتي. الرقم ده هيطلع بالتقريب 150، بقارنها بكام؟ بال 300، اقل منها فايه؟ فسيف. انا سوري. نيجي للايه؟ نيجي للتشيك الثالث اللي هو النسبه بين طول المنبر على العمق بتاع القطاع. طول المنبر بكام؟ طول المنبر 3 متر. طب الدبس بتاع القطاع، مش هو قلنا المسافه من التوب بتاع الكروس سكشن ده للبوتوم بتاعه؟ طب ما هي دي زاويه. المسافه من التوب لحد البوتوم مش هي دي الايه؟ او اللي هي طول الرجل اللي هي ال 100 مللي اللي هي كام؟ 10 سنتي. يبقى 300 على 10 ب 30، انا بقارنها بكام؟ بقارنها ب 60، يبقى سيف. نيجي للتشيك الاخير، وقلنا التشيك الاخير ده بعمله في حاله ان القطاع بولتد بس. طب ما انا عندي القطاع هنا بولتد، بقول ان طول الرجل لازم يكون اكبر من او يساوي 3 فاي زائد التي. طول الرجل اللي هي الايه؟ ب 10 سنتي. طيب مش انا كنت لسه قايل الفاي هنا ب 1.8 اللي هي 16 مللي زائد 2 ملم 18 مللي بالسنتي 1.8. ف 3 في 1.8 زائد التي، فطلع معايا ان الاي ب 10 و3 فاي زائد التي ب 6.4. مش معنى كده ان الاي طلعت اكبر من 3 فاي زائد التي
يبقى ايه سيف ومش محتاج ان انا اكبر القطع. حاجه اخيره اقولها بس قبل ما اختم معاكم الفيديو، ان انا عندي لو انا اي تشيك في الاربعه تشيك دول طلع انسيف، انا مش هرجع من التشيك اللي قبله. يعني مثلا لو التشيك الاولاني بتاعي طلع سيف، يبقى القطاع ده ايه؟ سيف. تيجي للتشيك التاني لقيته انسيف، مش ساعتها احنا قلنا بنكبر القطاع عشان يسيف؟ طيب انا كبرت القطاع، محتاج ارجع واعمل تشيك ريتشيك من اول التشيك الاولاني؟ لا، هو اصلا كان مسيف على القطاع الصغير، فلما انت اخترت قطاع كبير فهو اكيد برضو ايه؟ سيف عليه. فنقول تاني، لو حصل وعندي اي خطوة من الخطوات الاربعة دول طلعت انسيف، هتعمل عليها هي تشيك وتكمل على اللي بعدها. يعني انا عندي واحد واثنين طلعوا سيف، بس ثلاثة طلعت انسيف، لما طلعت انسيف هكبر القطاع. طيب كبرت القطاع، ارجع اعمل ريتشيك على واحد واثنين؟ لا خلاص، ما انت لو عملت ريتشيك هيبقوا سيف. هتكمل بقى ايه؟ أربعة ببيانات القطاع الجديد اللي انت كبرته. تمام كده؟ ده كان مثال بسيط يوضح بس الفكرة. اتمنى ان شاء الله اني اكون بسطت لكم الدرس على قد ما اقدر، واني تكون فكرته وصلت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.